عادة قبل ما بندخل الهواء بنقعد احنا وفريق العمل نتفق يا ترى نبتدي بإيه؟ يعني احكي لكم بعض الاسرار. زميلتي كريمة عوض ما بتطيقش البرد، يعني البرادة بطبيعتها بتموت في الحر لدرجة انها بتخنقني جوه الاستوديو، بستحمل كم الحرارة والعرق والتوتر علشان هي مش طايقة نسمة التكييف. ومع ذلك فوجئتي بقى بره بتقول بكرة درجة الحرارة 45، لازم نحذر الناس، لازم نخوف الناس، لازم نقول لهم. فالأستاذة هنا قال لها يعني نقول لهم ايه يعني الناس لما يبقى فيه حر هتعمل ايه؟ فانا قلت لها نقلع، قالت لا نقول لهم ايه يا ست كريمة؟ مساء الخير يا ست كريمة. مساء الخير يا خالي. يا معذباني في الحر وخايفة على الناس من الحر. انا متأكدة ان في ناس كتير شبه يعني البرد الشديد بيبقى صعب عليها جدا لاني ما بتحملش البرد. برد هباب البرد بتقولوا لهم حموت. درجة الحرارة في الاستوديو هنا كانت احنا بنشركه يعني في ايام الشتاء الموسم الاول كانت تقريبا يعني 20 تحت الصفر. وكان طبيعي ان انا برد طبعا. درجه الحراره بكره 45، وانا بصراحه مدركه ان في ناس كتير ممكن يكون عندها ديهايدريشن زيي او بتعطش كتير، فبتمنى على الناس. بقول ان احنا نقول لو 45 درجه الحراره في الصيف ده وبعدين ازمات كورونا نشرب ميه كتير من فضلكم. لو في اطفال صغيرين ما يطلعوش من البيت من غير كريم شمس، اذا مضطرين يطلعوا في ساعه الظهيره، ويا ريت ما حدش يبقى موجود في الشارع اذا ما عندوش اشياء مهمه جدا يعملها. والله على ما اقول شهيد، وربنا يسامح خيري بقى. خلاص خدوا بالكم الدنيا حر بكره، فيعني خدوا بالكم وشربوا ميه وبلوا نفسكم وبتاع. قلبي على الناس يا خيري. بدايه مهمه جدا. قلبك كبير يا كريمه، قلبي تخلي قلبك يتسع لي وارحميني من الحر اللي بتعيشيني. ادي التكييف شغال والحمد لله الدنيا كويسه. وبعدين